اتحداك يا اللايف البطل. هلا هلا يا مرحبا بالمتابعين الجدد، حياكم الله منورين اللايف حق شكو شبويا وعلى جدة. شكو شلايف على جدة، يلا وديني يا هو لجدة، وديني يا ليلا لا لا يا لا 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 يا ليلا لا هيلي يا لا يا لا لا لا. تصل بالسلامة يا الخوي. اوف اوف اوف، لا حول. لما وقفتها في السيارة شكل الكفر بنشر يا عيال، والله مرة مو وقته. لا حول، اللي ينكد علينا ذا الكفر. هذا الكفر اللي نكد علينا، ما في الا نضبطه. اقول اسمع دقائق يا عيال بس نضبطه. حط حط مفتاح العجل واطلع برجلك فوقه. شكوش شكوش شكوش، شوف اللي وراك. شكوش اضبط، اصبر يا شكوش، شوف اللي وراك. شكوش يلا مشينا يلا. ها ياسر بشر، وش سويت؟ ما ماسك الطريق وجايكم. طيب يلا يلا مع السلامة. يا عيال بسرعة الحقوني، ترى ما صدقت اشرد وهندستنا بسرعة. خمس دقايق يا شكوش حنا عندك. يا عيال اذا جيتوا لقيتوني ميت بالله تصدقوا عني. وش لا يا كفتة؟ اتصل على الشرطة، اتصل على الشرطة. يلا يلا شكوش 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 شكوش. دق على جواله. هذا دم شكوش، على كيفك انت؟ هذا ما هو بدم اصلا. الا والله دم حقيقي. ايش فيك انت؟ شو السالفة؟ دقينا على الشرطة. من جدك؟ ايه.
انتم اللي بلغتوا؟ ايه حنا اللي بلغنا طال عمرك. هذول يا اخويانا كانوا مسوين فينا مقلب. يعني ما فيه الا انتم بس اللي قال زومبي؟ العذر والسموح الله يطول لي عمرك، بس انا كنت لابس القناع ابغى اخوفهم، بس ما توقعت والله انهم بيبلغون. هذا ازعاج على السلطات، والمنطقه هذه محظوره نوعا ما. امسحها بوجهنا طال عمرك، هذا خوينا اهله تعبانين ولازم يروح لجده. اللي اهله تعبانين يسوي المقالب هذه؟ على كل حال البلاغ موجود في القسم، ولازم تروحون معنا للقسم علشان تقفلون البلاغ، ويؤخذ عليكم تعهد بعدم تكرار هذا. سم طال عمرك. يلا انصرف. ها عاجبكم الحين؟ اخرتها قسام. يا رجال ما درت انك خواف زيك تروح تبلغ الدوريات يا خواف. لا يا شيخ اقول اسكت بس لا الحين. اهدوا يا عيال، خلاص بما انكم قطعتوا نص المسافه ايش رايكم تخون على جده؟ طب وسيارتي؟ نوقفها بالمحطه. يلا مشينا.